لأخفي 21 من عمره وهو وحيدنا، ويذهب إلى مجموعة من الشباب وكذلك إلى أعمامي وأبناء عمي ويجتمع معهم، وأمي تشدد عليه في عدم الذهاب إلى هؤلاء وتتكلم معه كثيرا حول التقليل من هذه الزيارات، علما بأنهم يجتمعون اجتماعات عائلية هو وأعمامي وأبناء عمي. وإذا كان المجتمع الذي يذهب إليه هذا الأخ الابن مجتمع صالح، عيال عمه ناس طيبين وفيهم خير وكذا، فلا يجوز لأمه أن تمنعه، لأن لا بد له من أصدقاء، الشاب لا بد له من أصدقاء، وخير أصدقائه قرابة الصالحين. يعني بعض الناس الآن تعرف، يعني في حرمة الآن، تعرف أن الشباب ذرا طيبين بس أمهم بينها وبينها مشاكل حريب، تقول لا تروح للعيال فلانة، لا تجي عيال نويرة، ولا والله ما يحبونك، ما تدري عنهم، تحكم من ما بينها وبين أمها. هذا ما لا يجب طاعتها في هذا الأمر، لا يجب طاعتها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الأولاد هؤلاء اللي بيروح لهم سيئين، هذا أيضا ما يجوز، يجب عليه أن يمتنع منهم وأن يطيع والدته. الحالة الثالثة أن يكونوا يعني مستورين وأمه تخشى أنهم يكسلونه. نعم. يعني ولدها يأخذ امتياز ومتميز في الجامعة، وذلا الناس ما بل يضحكون يلعبون، هم صالحين وجاويد وسلون، لكن ما هنا همة، فهمت؟ الهمة ضعيفة ما توصلهم للقمة، وأمه مسكينة مجتهدة عليه وتبيه يتفوق وتبيه، وحينئذ ينبغي له أن يفطن ويعلم أن والدته حريصة عليه، وأنها تفكر في بناء مستقبله، وأنه إما أن ينشطهم إذا راح لهم ينشطهم، ولا يمتنع ما يروح لهم. هذا البرنامج برعاية